ينضم إلينا من بروكسل للحديث عن هذه المسودة وعن غيرها أيضا من التطورات السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي الأستاذ عبد الرحيم الفرس. عبد السفير، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني زعماء الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن هدنة إنسانية أو يعملون على الأقل في هذه الأثناء عليها حتى يتسنى بحسب ما يقولون للمساعدات أن تدخل إلى قطاع غزة بأمان. أي أمال تعلقونها بداية سعادة السفير على المحاولات الأوروبية علما أن الاتحاد نفسه ممزق؟ نعم صحيح، كما ذكرتم في تقريركم فاليوم كان هناك اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ بحضور 27 وزير دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مفوض السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل. صحيح، في بداية الاجتماع كان النقاش حول هذا الموضوع، موضوع الأزمة في المنطقة، حقيقة كان متشنج وكان متوتر. السيد جوزيف بوريل كان يريد أن يصل إلى وقف لإطلاق النار لكي على الأقل ينقذ حياة المدنيين في غزة، كما عبر مرارا وتكرارا حياة الأطفال. كان يريد أن يكون هناك قرار توافقي أوروبي حول هذا الموضوع. بعض الدول عارضت تماما هذا التوجه، أي وقف إطلاق نار، ولكن الدول الأخرى تحدثت عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني، أي هدنة إنسانية. صحيح، تقريبا تم التوافق على هذا الموضوع ولكن ليس بالأغلبية، فبالتالي رفع الموضوع برمته إلى القمة الأوروبية التي ستعقد يومي الخميس والجمعة هنا في بروكسل. على وعسى قادة الاتحاد الأوروبي، قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رؤساء ورؤساء حكومات يصلون إلى هذا الحل ويتوصلون إلى قرار جماعي متفق عليه ينقل إلى إسرائيل للطلب منهم بوقف إطلاق نار إنساني. وهذا أقل ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي. يعني حقيقة سمعنا إنه ما ورد في هذه المسودة يمكن أن يتبدل أو يمكن أن يعاد صياغته، لكن أي خيارات لدول الاتحاد برأيكم؟ حضرتكم عرضتم المشاكل كما هي في هذه المداخلة، وبالتالي ما الذي يراهن عليه قادة التكتل في القمة التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة إن لم أكن مخطئة؟ نعم يوم الخميس والجمعة. هو يعني ليس هناك رهان، وقد يتبدل كل شيء، لأنه في الآخر هناك رؤساء ورؤساء الحكومات في الدول الأوروبية الأعضاء من سيحددون هذا الموقف. لكن دعيني أقول، طالما كان اليوم هناك أغلبية داخل مجلس الشؤون الخارجية، أي بين وزراء الخارجية للدول الأعضاء، فيبدو أن هذا سينعكس أيضا إيجابا على القمة. وأنا أتحدث هنا عن فقط وقف نار إنساني وليس تام كما يريد السيد بوريل أو كما يريد بعض الوزراء. هو في الحقيقة انقسمت الآراء أو المواضيع في هنا في المجلس الاتحاد الأوروبي اليوم. بعض الوزراء طالبوا بأن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري لإنقاذ حياة المدنيين. بعض الوزراء قالوا لا، نكتفي فقط بوقف إطلاق نار إنساني. بعض الوزراء تشددوا تماما وقالوا لا داعي لهذا ولا ذاك، فقط نتحدث عن إدخال مساعدات إلى 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 الشعب في قطاع غزة. فبالتالي هذه الآراء قطعا ستنعكس على اجتماع القمة الأوروبي. ولكن سمعنا قبل قليل وكما أشرتم في تقريركم إلى موقف رئيس الحكومة الفرنسية، فهنا فرنسا بدأت تتراجع قليلا. شهدنا تتراجع في أي اتجاه أستاذ عبد الرحيم؟ يعني خصوصا في الموقف الفرنسي بالتحديد، كنا قد استمعنا الآن من مراسلتنا الكثير من المواقف والرسائل الفرنسية بالتحديد، منها موجه إلى الجانب الأمريكي، زيارة مرتقبة فرنسية إلى نيويورك غدا، وأيضا تتزامن مع زيارة الرئيس ماكرون إلى إسرائيل. هل يمكن لبنود هذه المسودة أن يعاد صياغتها بناء على هذه الزيارات؟ لا، هو في الحقيقة قلت حينما تتحدث رئيس الحكومة الفرنسية ولأول مرة تقول فرنسا هذا الكلام، لأنه حقيقة كانت متشددة جدا جدا تجاه الشعب الفلسطيني كله وليس حينما تقول أنه يمكن النظر في وقف نار إنساني أو هدنة إنسانية،
يعني دعيني أقول هنا تراجع ولو نوعا ما، لأن فرنسا كانت ترفض تماما الحديث عن وقف إطلاق نار ولا وقف إطلاق نار إنساني ولا هدنة إنسانية. أكثر ما توصلت له فرنسا هو أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة. حينما نستمع إلى هذا التصريح عشية زيارة ماكرون ونعي جيدا ونحن تماما مقتنعين أن السيد ماكرون ذاهب إلى إسرائيل لتقديم التضامن والتعاطف وإلى آخره مع إسرائيل، بالعكس قد تفهم زيارته من طرف هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأنه دعم قوي من فرنسا لمواصلة العدوان. ولكن على الأقل حينما نقول أن هناك كلمة من فرنسا صادرة عن الحكومة الفرنسية تقول يجب أن نتوصل إلى هدنة إنسانية، قد ينعكس ذلك أيضا من ناحية على زيارة السيد ماكرون، وقد يطلب ذلك من الإسرائيليين قبل أن يعود إلى فرنسا ليشارك في قمة بروكسل يومي الخميس والجمعة، لأنه الموقف الفرنسي في هنا في الاتحاد الأوروبي موقف مهم للغاية. تعلمون ذلك جيدا أن فرنسا من الدول الوازنة ولها تأثير كبير هي وألمانيا على قرارات باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى هذه اللحظة ألمانيا لم تصدر أي شيء وفرنسا ما زال موقفها تقريبا متصلب. ولكن حينما يتحدث عن هدنة إنسانية فهذا في حد ذاته تقدم طفيف جدا. حضرتكم السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي، هل يتم التنسيق معكم شخصيا في هذا الإطار؟ كيف يتم تحديد ذلك؟ شو الرسائل اللي توجهونها الليلة عبر هذا المنبر للاتحاد الأوروبي وأيضا لمجلس الأمن؟ طبعا هو في التنسيق، يعني دعيني أقول نحن تقريبا على تواصل دائم وعلى مدار الساعة مع المسؤولين الأوروبيين هنا في المؤسسة الأوروبية، سواء على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي أو على مستوى المفوضية الأوروبية أو على جهاز الخدمة الخارجية أو ما يسمى وزارة الخارجية الأوروبية أو حتى البرلمان الأوروبي. طبعا هم لم يوثقوا معنا، نحن نذهب إليهم، نحن نطلب، نوجه لهم الرسائل الواضحة والصريحة منذ بداية الأزمة حقيقة، ونحن نقول لهم ألا يكفيكم قتل الأطفال؟ يعني حتى المواقف الأوروبية حينما كانت بياناتها متشددة جدا تجاه الشعب الفلسطيني ككل وليس في قطاع غزة، حقيقة هذا الكلام منح إسرائيل ضوء أخضر للتمادي في عدوانها. حينما كانت كل بيانات الأوروبية تقول أنه إسرائيل لديها الحق عن نفسها ولكن لم تتحدث لا عن قانون دولي ولا أي شيء، أيضا كانت ذريعة لإسرائيل. فبالتالي نذهب إليهم ننقل لهم الصورة الحقيقية، يجب أن تغيروا موقفكم، كنا صريحين معهم. دعيني أقول أنه حقيقة هناك وفد مصغر من مجلس السفراء العرب، ذهبنا إلى جميع المسؤولين وقلنا لهم أن صورة الاتحاد الأوروبي أصبحت مشوهة جدا في العالمين العربي والإسلامي، لأن المواقف الأوروبية فهمت وكأنها تدعم الحرب على غزة وتناصر وتؤيد إسرائيل في هذا الحرب. شاهدنا بعض الدول للأسف الأوروبية شاركت بتوريد أسلحة لإسرائيل في هذه الأزمة بالتحديد. فبالتالي يعني لا نرجو شيء منهم الآن إلا أن يقولوا كلمة واحدة، يجب على إسرائيل أن تتوقف عن عدوانها. قد لا نصل إلى هذه الكلمة منهم حتى في القمة الأوروبية المنتظرة، ولكن على الأقل أن يقولوا على إسرائيل أن توقف الحرب ولو لمدة لوقف إطلاق نار إنساني كي يتم إنقاذ الجرحى والناس تحت الركام. لأنه كما تعلمون حقيقة الرسائل الواضحة للاتحاد الأوروبي نحن ننقلها يوميا بعدد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والدمار الهائل، ولكن للأسف هناك دول حتى هذه اللحظة تصم أذانها ولا تلتفت إلا للرواية الإسرائيلية، وهذا ما أعاق العمل الأوروبي. هذا بالعكس هذا ما أعاق عمل مفوض السياسة والأمن السيد بوريل. السيد بوريل كان حكيما منذ بداية الأزمة، تحدث مع جميع القادة الأوروبيين وقال لهم لا يجب أن نوقف هذا الموقف، يجب أن نكون متوازنين بين الطرفين. سنكون بانتظار ساعة السفير كيف يمكن لكلام رئيسة الوزراء الفرنسية اللي أكدت أنه باريس صديقة إسرائيل والفلسطينيين أن يترجم حقيقة في هذه القمة. شكرا لكم على المشاركة من بروكسل، السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفره.